خليت بالك بقى من اخواتك الصغيرين؟ الحمد لله على علاقة كويسة بيه؟ جدا الحمد لله الحمد لله كلهم. عندك اخواتك ايه؟ انا عندي رامي. لا خالص، انا عندي رامي، احمد، امير، نسرين، نور، دول خمسة الشقة. تمام. بعدين عندي بقى بعد كده من ام تانية في حسين وخلود ودنيا. بس على طول اعمارهم ايه؟ 21 19 17 كبار يعني. بس في سن صعب. سن صعب بس احنا على طول معاهم، على طول بكلمهم، على طول بيجوا لي البيت، على طول بيجوا لي التصوير، يعني على طول حواليا كلهم اخواتي يعني كلهم. يعني مفيش فرق بقى ان ولاد ام واحده او لا لا لا. من ام تانية؟ ما عندناش الكلام ده خالص. مفيش. يعني حتى ام اخواتي لسه مكلمني من كام يوم، لسه بتقول لي يا امير اتصرف مع حسين. انا مش عارفه حسين ده اخ مثلا مش من نفس الام. فهي بتقول لي اتصرف معاه، فجبته وكلمت معاه وبتاع، لكن ما عندناش حته. وهي كمان حاطه مامتهم مش عامله فرق، ده عارفه ان احنا اخواتهم الكبار وان احنا مكان ابوهم وبتاع، وتصرف معاهم ولا اتعامل معاهم يعني مفيش فرق. الارتباط ده اللي عمله ابوك الله يرحمه؟ اه هو اللي عمله. ابويا كان طول عمره كده، حتى مع اخواته كانوا كده، فاحنا شفنا ده من زمان واحنا صغيرين، فالحمد لله طلعنا على ده. انقلك بقى لمنطقه تانية. يلا. الاصدقاء. تعال نشوف الشهاده الحلوه اللي هتسمعها دي. حلوه ولا في مصيبه محضره؟ لا لا لا، حاجه حلوه لسه، المصايب جايه بس المصايب جايه دلوقتي فتره الحلو. يلا. امير مش بيع كلام، امير بجد اللي هو بيقوله فعلا بيقصده وبيعمله، لان هو بيحسها جزء من جدعنته ومن شهامته ومن رجولته، وما بيقدرش يستغنى عن الكلمه اللي بيقولها. هو لما تبقى قاعد معاه تحس ان هو داخل في خصوصياتك حتى الداخليه، لان هو حاسس، بيحس، فيسالك مالك، عامله ايه كده، ليه، ايه اللي مضايقك، فهو اللي بينخور، عنده حته بتاعته ما حدش يقدر يعديها. هو لما تقعد معاه كده تحس ان انت عايز تساله عن حاجات كتيره بس انت خايف تساله، ما اعرفش، بحس ان هو غامض. بيسمع كويس بس في نفس الوقت خلقه ضيق، يعني هو بيسمع الناس اللي نوعا ما بتكون متفقة مع رأيه، بس هو لما بيكون متماسك بحاجة أو متشبث بفكرة وحاسس إن الناس ضده، لا بيبقى متشبث برأيه، فممكن في بعض الأحيان يبقى مخه صعيدي، بيحسب كل حاجة قبل ما يعملها، ما عندوش استعداد للمخاطرة. أمير قلبه أبيض ومخ كبير، بس في نفس الوقت بيشيل تفاصيل صغيرة جدا بيحب يحتفظ بيها، أو هو في عملية رصد للي حواليه كلهم. يعني أنا بقول إن أمير انطوائي شوية، يعني ما عندوش علاقات كتير، أو خصوصا في منطقة شغله، يعني هو محدود العلاقات، وده معرفش هو نوع من الخوف، القلق، أو هو في عالم صغير مش عايز ينفتح على العالم الكبير. لما بيزعل بيبقى وحش. يعني أنا حضر لي موقف مرة كنت بعمل مشهد، فأنا عشقت وحصل كلاش وتوقف التصوير، وفجأة ما بقيتش فاهمة مين زعلان من مين، فقفل على نفسه الكرفان وقعد فترة وأنا بقيت هولد مش فاهمة احنا هنصور المشهد ده ولا فيركش. أمير بيخاف من المستقبل وبيخاف على أولاده جدا، وبيجي على نفسه عشانهم وعشان بيته عشان مراته. عنده هوس بالبرفانات، وبيحب يكون عنده نوع معين من البرفانات محدش بيحط غيره، وهو فعلا وصل لده. واسألوه كده يقول استمر تسأله على البرفان اللي هو حطه، هو عارف كويس. أمير أستاذ جدا في معاملة الستات، مش عشان هو راجل بيغزل على فكرة، لا أمير عمره ما بيغزل، بس هو في حنية الأب، جدع مع الستات، يعني ظهر للست، هو بيحب الستات اصلا. اكتشفت زمان امير كان زمان يعني قبل ما يتجوز طبعا كان على علاقه بواحده، اول ما عرفت قلت يا ده مسحت السيدة وهي، فعلا ما كنتش متخيله ده، بس قبل ما يتجوز هند على فكره. بيجمع ما بين الخشونه والرومانسيه بس مع شخص مناسب، لما مش بيعمل ده مع اي حد. انا خفت من حته عند امير انا ما بقتش فاهمه، يعني أنا كنت أول ما عرفت أمير كنت حاسة إن هو أكثر إلى الرجل الغربي شوية، بعد ما شفته في مراية ابتدى أحس بالرجل المصري أو الشرقي. السؤال اللي عايز أسأله الأمير، هل أمير ميم الراي ولا ميم الراي هو أمير؟ مين فيكو اللي ساب أثر في التاني؟ وهو فاهم سؤالي كويس. أولاً نجلة صديقة مقربة لي طبعاً. طيب ايه رايك بقى في اللي قالت كتير قوي؟ لا نجله، بص انا بحب نجله جدا، نجله مش هتكلم عليها كممثله، انا على المستوى الشخصي فعلا انا بحب نجله بدر جدا. هي جميله في كل حاجه، حتى لما شفتها معاكي من اكتر الحلقات اللي عجبتني، لان هي نجله بصراحه ما بتفكرش قبل ما بتتكلم، لان هي ما عندهاش حاجه تحور فيها ولا تفكر ان هي تعدلها في طريقه كلامها وهي طالعه. نجله عفويه جدا، بتقول كل اللي في قلبها، صريحة وصريحة جدا ومتصالحة جدا مع نفسها، وما عندهاش مشاكل مع حد. وانا شفت نجلة، ما فيش حد بيكره نجلة بدر بصراحة،
يعني من الناس، يعني في ناس تقول لك ناس بتحب فلان وما بتحبوش. نجلة بدر كل الناس بتحبها اللي بيعرفوه، انا بتكلم عن نجلة بدر كشخصية كل الناس بتحبها. الكلام قالته عليا طبعا هي عشان ميزان بنت اللذينة، فهي بتقول حاجات عليها هي مش عليا، تمام. هي عارفاني حافظة عشان هي ميزان زي، فعارفة الشخصية عاملة ازاي، تمام. انا فعلا غامض، مش غامض خالص بالعكس، بس الناس ساعات بتاخد فكرة عني ان انا في حاجات كتير جوه انا مخبيها وي حاجات يعني تحس ان انا في حاجات نفسي اتكلم فيها، ما هو لكن نفسي اقول لهم انا ما فيش حاجة على فكرة خالص. هي كمان بتقول ان هي بتخاف تسألك، يعني لو لقيت ان انت فيك حاجة بتخاف تسألك.